Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina safa mab'ad. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an azim wa da'udhu billahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ayban fi makanin akhirin. But أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها علماء السادة أيها الأحباء في الله مستمعون الكرام ورحبكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله سبحانه وتعالى وهو يخبرنا ويتكلم علينا حول كيف هو يختار الأشياء بعض على بعض كما قال الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار Wallahu subhanahu wa ta'ala ikhtiba'a wal istifa'a ala rububiyyatihi wa hadaniyyatihi wa kamal hukmatihi wa ilmihi wa qudratihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala kad akhtara wa tafaddal al ashya'un ba'dun ala ba'd. Wa hatta Allah subhanahu wa ta'ala kad ikhtara al ayyamun ala fawq al ayyam. وحتى الشهر فوق شهر وحتى أناس فوق أناس كما قال الله سبحانه وتعالى أنه إذا هو كان يريد شيئا أن يفضله فوق شيئا فما هناك شخص آخر هو يقوم من بينهم والله سبحانه وتعالى وهو يقول وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا فأن يكون لهم خيار وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا ورسوله أن يكون لهم خيار فإذا الله سبحانه وتعالى هو يريد أن يتفضل شيئا على شيئا فليس علينا أن نختار والله سبحانه وتعالى بنفسه قد اختار وحتى الله سبحانه وتعالى قد اختار الجبل فوق الجبر كما نعرف الله سبحانه وتعالى يقول والطور وكتاب مسطور والله سبحانه وتعالى قد اختار البلاد البلاد اخرى فوق البلد كما قال الله سبحانه وتعالى لا اقسم بهذا البلد وحتى الله سبحانه وتعالى قد اختار اناس فوق بعض وما قال الله سبحانه وكما قال الله سبحانه وتعالى ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها على بعض فالله سبحانه وتعالى هذه قل تقديره والله سبحانه وتعالى أحيانا هو يختار الأشياء بعض على بعض هو يختار ناس فوقهم على فوق وهو يختار الأيام بعضهم على بعض وحتى الله سبحانه وتعالى قد أختار الشهر فوق شهر قد أختار شهور فوق الشهور كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا هنا الله سبحانه وتعالى قد أختار هو يخبرنا حول 12 شهرا وما هي الاسم والله سبحانه وتعالى هو لا يخبرنا في هذه الآية الأسماء للشهور ولكن من الذي سيخبرنا الأسماء والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو يخبرنا الأسماء كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح البخاري قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو يقول إن الزمان قد استدار كهيئة إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا وهو قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث وهو قال 12 شهرا
ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر بين جمادى وشعبان. في هذا الحديث النبيين محمد صلى الله عليه وسلم هو يخبرنا الأسماء لهذه 12 شهرا. فينبغي علينا أن نعرف أن لماذا الله سبحانه وتعالى هو يختار الأشياء فوق شيء. لماذا؟ فالله سبحانه وتعالى عنده الخير وهو يختار وهو يصطفى وهو عنده الاستفاء. أيوة. ولكن الله سبحانه وتعالى هو يعرف أن في هذا الشيء هناك الخير كثيرا، هناك الأشياء كثيرا جدا، هناك الخيرات كثيرا جدا في هذا النفس، في هذا الشخص، في هذا المكان، وفي ذاك المكان هناك موجود الخيرات كثيرا جدا. وذلك الله سبحانه وتعالى هو يختار. ولذلك حتى الله سبحانه وتعالى وقد أخبرنا كيف هذه أربعة أشهر كيف هم قد حرم علينا، وحتى الله سبحانه وتعالى قد حرم الله علينا أن نوقع بيننا في المعاصي في هذه الشهور. وحتى في نفس الآية الله سبحانه وتعالى هو يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تواقع أنفسكم في المعاصي في هذه الشهور. نعم. وهو يخبرنا أيضا ألا نوقع بيننا ألا نعصي الله سبحانه وتعالى في كل شهور، ولكن في هذه أربعة أشهر حينما أنت تفعل شيئا جيدا فهناك الأعظم قد الله سبحانه وتعالى أعظم درجتك. إذا أنت تصلي في رجب فالله سبحانه وتعالى هو سيعظم الأجر، وأنت إذا أنت تفعل شيئا قبيحا وتعصي الله سبحانه وتعالى وأجرتك سيكون أيضا أعظم. وإذا الله سبحانه وتعالى هو يعرف أن هذه الأيام هذه الأشهار هناك قد الله سبحانه وتعالى أعظمه وقد أعطاك أجرا كثيرا جدا. والله سبحانه وتعالى هو يعرف وهو الذي قد خلقنا وهو يعرف كل الأشياء. والله سبحانه وتعالى أيضا قد حرم علينا القتال، وقد حرم القتال حينما النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو كان يسكن في هذه الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. نعم. وهناك بعض الناس يقولون لا إن هذا كان يجوز علينا أن نقاتل في شهر الحرم، وهناك قد أنسخ الله سبحانه وتعالى هذه الآية، وحتى الله سبحانه وتعالى أنسخهم كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا انسلخ أشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وإذا قد مضى هذه الأشهر الحرم فينبغي عليكم يمكنكم أن تقاتلوا، بمعنى هذه الأيام هذه الشهور مهم علينا، هذه الشهور مهم علينا، ينبغي علينا أن نعمل صالحا ونوقي بيننا ونعمل ونصلي ونذهب إلى المساجد، لأن الله سبحانه وتعالى هو قد أخبرنا أن هناك أعظم درجات إذا أنت تفعل شيئا جيدا في هذه الشهور. وينبغي علينا أن نذاكر بعضنا على بعض على ماذا لماذا الله سبحانه وتعالى قد اختار هذه الرجب. لماذا الله سبحانه وتعالى قد اختاره؟ لأن هناك خيرات كثيرة جدا، كما نعرف أن بعض من أنا إن شاء الله سأخبركم بعض من الوفات التي قد فعل في هذه الرجب. وحتى هناك ذكر وفاة زينب بنت علي. زينب بنت علي وفاته كان في هذا الرجب. فينبغي علينا أن نذاكر بعضنا على بعض كيف لماذا قد الله سبحانه وتعالى أختار رجب. والله سبحانه وتعالى أيضا يخبرنا فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ينبغي علينا أن نذاكر بعضنا على بعض، لأن في هذه التذكير إن شاء الله عندنا بعض منا إن شاء الله الإيمان سيزيد، الإيمان سيزيد إن شاء الله من تذكير. فينبغي علينا أن نذاكر بعضنا البعض، وإن شاء الله سأخبركم. وهناك الوفاة ذكر وفاة سلطان الهند في هذا الرجب. عندنا ذكر سلطان الهند. من هو سلطان الهند؟ إن شاء الله سنعرف في يوم السبت الآتي إن شاء الله.
إذا أنت تريد أن تعرف من هو السلطان الهند خاجة معين الدين الششتي أنت تريد أن تعرفه تأتي إن شاء الله يوم السبت عندنا 12 فبراير إن شاء الله سنخاطبكم حول السلطان الهند إن شاء الله وبعض من الأذكرات في هذه رجب ورجب عندنا الذكر وفاة سيدنا علي أصغر هو أيضا قد مات في هذه السنة أيضا في هذه الشهر وأيضا عندنا ذكر وفاة زينب بنت علي وعندنا الإسراء والمعراج كما قال الله سبحانه وتعالى الإسراء والمعراج جاءت إن شاء الله بعد أسبوعين أو ثلاث أسبوع كما قال الله سبحانه وتعالى هو قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا فالله سبحانه وتعالى هو يشير علينا ويخبرنا حول هذه الأيام الأشهار على ينبغي علينا أن نذاكر بعضنا على بعض ينبغي علينا أن نعرف هذه الأخبار ينبغي علينا أن نعرف من الذي كان من هو علي ابن أبي طالب فعلي ابن أبي طالب أيضا هو قد ولد في هذا الشهر رجب المرجب فهل أنت تعرف من هو علي ابن أبي طالب فهذا أيضا مهم جدا ينبغي علينا أن نعرفه ونذاكر بعضنا على بعض وعندنا إن شاء الله أيضا سأخبركم ماذا نفعل في هذا الشهر الرجب وينبغي علينا أن نكثر في الاستغفار كما قال الله سبحانه وتعالى استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنينا ينبغي عليكم أن تستغفروا ينبغي عليكم أن تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى نحن نظلم أنفسنا أحيانا على أحيانا فينبغي علينا أن نرجع الله سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه والله سبحانه وتعالى يسألك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه هل هؤلاء لا يتوبون إلي هل هؤلاء لا يرجعون إلي ونحن نعرف والله نعصي الله سبحانه وتعالى ولكن لماذا لا نستغفر الله سبحانه وتعالى لماذا لا نستغفره الاستغفارا لماذا لا نسأله أن يغفر لنا الله سبحانه وتعالى فهذا ينبغي علينا فهذا لازم علينا أن نستغفر الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه كما قال نبينا آدم هو قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هو كان يشير علينا هو كان يدرسنا على ينبغي علينا إذا نحن عصينا الله سبحانه وتعالى ينبغي علينا أن نرجع الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه ونستغفر الله سبحانه وتعالى هو قد إن شاء الله سيجيرنا أجزاء كثيرا جدا وحتى الله سبحانه وتعالى هو يقول يمددكم بأموال إذا أنت تريد الأموال كثيرا جدا فالله سبحانه وتعالى هو سيؤتيك أموال كثيرا جدا وإذا أنت تريد الله سبحانه وتعالى أن يؤطيك الأولاد كثيرا جدا ينبغي عليك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى هو سيستغفر لك إن شاء الله ويتوب لك إن شاء الله عندنا المشاكل كثيرا جدا وعندنا المشاكل كثيرا جدا فينبغي علينا أن نرجع الله سبحانه وتعالى وحتى ينبغي علينا في هذا الرجب المرجب ينبغي علينا أن نصوم ولماذا الله سبحانه وتعالى هو يخبرنا أن نستغفر الله سبحانه وتعالى ونصوم في هذا الشهر ولماذا الله سبحانه وتعالى هو يخبرنا هكذا الله سبحانه وتعالى هو يعرف أن إذا أنت تستغفر الله سبحانه وتعالى وتعمل صالحا في هذا الرجب فالله سبحانه وتعالى فهو سيعظم درجاتك هو سيستغفرك في هذا الشهر الرجب المرجب والله سبحانه وتعالى هو يقول من كان يريد حياة الآخرة نزد له في حرثه إذا أنت تريد الحرث في الآخرة فالله سبحانه وتعالى يقول سيعطيك الحرث ومن كان يريد حياة الدنيا نؤته منها إذا أنت تريد الحرث في هذه الدنيا والله سبحانه وتعالى سيعطيك السؤال عندي سأسألكم إن شاء الله هل أنتم تريدون الحرث في هذه الدنيا أم الآخرة تذهب إلى بيتك وتفكر حول هذه السؤال فهذا لازم علينا أن نعمل صالحا ونذاكر بعضنا على بعض الأحوال والأخبار التي قد فعل في هذا الشهر شهر الرجب
كما أخبرتكم أن هناك ذكر وفاة سلطان الهند وذكر وفاة سيدنا علي الصغر وذكر وفاة زينب بنت علي والإسراء والمعراج وهناك كثير جدا من الوفاة وكثير جدا من الولادة كما نعرف أن هناك الولادة علي بن أبي طالب فينبغي علينا أن نذاكر نذهب ونفتش ونقرأ الأحاديث ونقرأ السير للهؤلاء الأولياء الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما عند الوقت ولكن عند الخطاب المحاضرة كبيرا جدا إن شاء الله سأخاطبكم في أمكان أخرى إن شاء الله. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for the time. Inshallah, I'll just briefly give you a little brief of what I was saying, inshallah, in English, inshallah. I know I have 1 minute or 2 minutes, inshallah. So I was saying, we are in the month of Rajab. Allah subhanahu wa ta'ala, some of us might be asking, why in this month of Rajab is so special? Allah subhanahu wa ta'ala, He chooses whatever He wants. And He elevates the status of whatever He wants. Allah, He has chosen different mountains, different days. He has chosen them so special to Him. Same thing, Allah subhanahu wa ta'ala, He has chosen certain months. If we look into the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, He did not mention the names of the months, of the Islamic months. But who has mentioned to us? Our Habib sallallahu alayhi wa sallam. He is the one who has mentioned to us the names of these months, which Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran. At the same time, Allah subhanahu wa ta'ala has chosen certain months to be more special. And in these months, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has also told us. And in one of these months is Rajab al-Rajab, which we are right now. And our topic today was regarding the historical dates which we should remember in this month. There are so many dates which we have to remember. Allah subhanahu wa ta'ala, whenever He's choosing something, He knows that in this thing or in this action, there is so much rewards, there is so much of goodness, there is so much of rewards, which if a person has to be doing it, then he's going to get more and double multiple. So Allah subhanahu wa ta'ala, He chose this month of Rajab. There are many things, and we have seen, and I will remind you some of the historical dates which inshallah we have to remember also inshallah. There is the death anniversary of Hazrat Ali. There is Hazrat Ali al-Asghar. There is the death anniversary of Hazrat Sultan al-Hind, Ma'inuddin al-Shishti. And there is also the death anniversary of Zainab bint Ali. There is death anniversary also of Al-Farisi, Imam Al-Farisi. There are so many anniversaries. There is also birth anniversary of Hazrat Ali ibn Abi Talib. This is just in brief. There is so many. And also there is the biggest one, one of the biggest miracles, Isra wal Mi'raj, which happened also in this month of Rajab al-Marajab. So it is very important that inshallah we sit down and we learn about this day, these dates inshallah. And some of these dates inshallah, we're going to be having the events here at the mosque. It is very important that we come, because we don't have time to sit down and learn and read about the books and these sirahs and these histories. There is a chance and there is the easy for you that alhamdulillah, we're going to have some of the events here at the mosque. So please do come at the mosque inshallah to learn these events inshallah. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive me if I've made any mistakes. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward you in advance inshallah. Jazakallah wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And the